مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان والتي تبثها أيضا إذاعة لبنان. مساء الخير. فلسطين في الواجهة بعد حجب إعلامي كبير نتيجة الربيع العربي، فها هي القدس أول خبر في النشرات الإخبارية بفعل عملية فدائية ورد عنيف من قوات الاحتلال، أتبع بإجراءات تعسفية تقدمها إقفال المسجد الأقصى واعتقال مفتي الديار لساعات عدة، رغم اتصال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. محليا، تحضيرات للجلسة التشريعية يومي الثلاثاء والأربعاء درسا وإقرارا لمشروع قانون الموازنة، وربما قوننا لسلسلة الرتب والرواتب في ضوء اجتماع لممثلي الكتل النيابية في مكتب وزير المالية على أن توضع اللمسات الأخيرة يوم الاثنين. موضوع آخر متقدم في البحث كان اليوم في السراي الحكومي في اجتماع للجنة النازحين بحضور 20 سفير دولة. وفي العيد الوطني الفرنسي، أبرق رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى الرئيس إيمانويل ماكرون مشددا على العلاقات وعلى أهمية إرساء الاستقرار على امتداد الساحة الإيرومتوسطية وفي الشرق الأوسط، وفيما الأنظار متجهة إلى عرسال توقعا لمعارك مع الإرهابيين، استعدادات للاحتفال بعيد الجيش في الأول من آب. وفي هذا السياق، اجتماع لوزير الإعلام والدفاع وممثلي محطات التلفزة تقرر في خلاله تقديم نشرة موحدة مساء يوم العيد. إذن القدس تحت الإجراءات التعسفية الإسرائيلية في وجه مصلي المسجد الأقصى، وقد دان الرئيس سعد الحريري الإجراءات التعسفية الإسرائيلية في القدس الشريف واعتقال مفتي القدس، محذرا من مخاطر التلاعب الإسرائيلي بالطابع الديني للمدينة. حضرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصلاة في المسجد الأقصى اليوم بعد نجاح ثلاثة فلسطينيين بتنفيذ عملية في القدس والاشتباك مع القوات الإسرائيلية. مفتي القدس الشيخ محمد حسنين تحدى قرار الاحتلال ووجه دعوة للمصلين للتجمع في محيط المسجد الأقصى وإقامة الصلاة، فيما أشادت حركة الجهاد الإسلامي بالمواجهة معلنة حالة الاستنفار العام. حركة حماس رأت أن عملية القدس رد طبيعي على الإرهاب الإسرائيلي وتدنيس المسجد الأقصى، وتأكيد على استمرارية الانتفاضة ووحدة الشعب الفلسطيني خلف المقاومة. في المقابل، اعتبر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أن عملية القدس خطيرة جدا وتجاوزت الخطوط الحمراء. وفي التفاصيل، أن مواجهات عنيفة اندلعت في فلسطين المحتلة منذ صباح اليوم، لاسيما في محيط المسجد القدسي الشريف الذي تمنع القوات الإسرائيلية الفلسطينيين من دخوله لتأدية صلاة الجمعة. وفي أعقاب المواجهات، أعلنت قوات الاحتلال أن شعائر الصلاة لن تقام في المسجد بعد الهجوم، وقالت الشرطة الإسرائيلية إن ثلاثة مهاجمين فتحوا النار قرب المسجد اليوم الجمعة، ما أدى لإصابة ثلاثة إسرائيليين، اثنان منهم بجروح بالغة ومقتل المهاجمين الثلاثة. وقالت المتحدثة باسم الشرطة إن المسلحين وصلوا إلى الموقع وتوجهوا صوب إحدى بوابات المدينة القديمة القريبة، وأضافت: عندما شاهدوا رجال الشرطة أطلقوا النار باتجاههم ثم لاذوا بالفرار صوب أحد المساجد في مجمع جبل الهيكل. وأقرت الناطقة الإسرائيلية بحصول مواجهة مع الفدائيين الثلاثة الذين استشهدوا خلالها، كذلك استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال خلال التصدي لمحاولة اقتحام مخيم الدهيشة. اتهمت المعارضة السورية حكومة دمشق بعرقلة إحراز أي تقدم في محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة التي جرت الأسبوع الحالي في جنيف والتي اختتمت اليوم الجمعة. وقال يحيى العريضي عضو وفد المعارضة السورية إن السبب هو وجود فصيلين في محادثات جنيف، أحدهما يريد تحقيق تقدم والآخر دائما ما يختلق أعذارا. وتابع العريضي أن الوفد الحكومي اختلق ذريعة عبر وصف كافة معارضي الرئيس السوري بشار الأسد بأنهم إرهابيون. ومن المقرر أن يطلع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مجلس الأمن الدولي على نتائج المحادثات ليلا. وفي جديد قضية مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس إننا لا يمكننا تأكيد مقتل البغدادي من عدمه.
وإلى الشأن القطري، حيث أشار وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى أن قطر راهنت منذ البداية على الوعي لدى الرأي العام العربي والدولي، وكل ما تم إطلاقه قوبل بتحد من الرأي العام. وفي مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي في أنقرة، لفت إلى أن التشاور مع تركيا مستمر. أوغلو شدد من ناحيته على أن تركيا ترفض مطالب الدول المقاطعة لقطر، وأن تركيا تدعم وساطة الكويت لتجاوز الأزمة. أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط الأجهزة الأمنية في مديرية أمن البحر الأحمر شخصاً قام بالتعدي على عدد من السائحين باستخدام سكين أثناء تواجدهم على شاطئ أحد الفنادق في الغردقة اليوم. وأضافت الداخلية في بيان لها أن الحادث أسفر عن إصابة 6 سائحات من جنسيات مختلفة، وتم نقلهن للمستشفى لتلقي العلاج. وأشارت معلومات التحقيق الأولية إلى أن الفاعل كان قد تسلل إلى شاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من شاطئ عام مجاور، وتمكن من الوصول إلى مكان تنفيذ الجريمة. وأخبار محلية بعد الفاصل. أحييكم من جديد. ملف عودة النازحين السوريين حضر في السراي الحكومي في اجتماع ضم ممثلين عن حوالي 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية معنية بالملف، وترأسه الرئيس الحريري الذي شدد على العودة الآمنة والسريعة للنازحين. بعبارات واضحة جدا، أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على دعم العودة السريعة والأمنة للنازحين السوريين، ومع ذلك لن نجبرهم تحت أي ظرف من الظروف على العودة إلى سوريا. أضاف: سنتناول هذه المسألة فقط بالتنسيق الوثيق والتخطيط المشترك مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ونتأكد من أن شروط عودتهم تمت تلبيتها بشكل صحيح وفقا للقانون الدولي. كلام الرئيس الحريري جاء خلال الترأس اجتماعا للجنة التوجيهية العليا التي تعنى بملف النازحين السوريين في السراي، في حضور وزراء ومستشاري الرئيسين عون والحريري الياس بوصعب ونديم الملا، والمنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة سيغريت كاغ، وسفراء أوروبيين وعرب، وممثلي وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان. رئيس الحكومة أشار إلى التوترات المتزايدة بين السوريين واللبنانيين، ما يؤكد تعب المجتمع المضيف وتثبيت صحة ندائنا لزيادة الدعم للمجتمعات المضيفة، معربا عن قلقه في الوقت نفسه من أن مستوى صرف المعونة الإنسانية لبنان حتى الآن هي أقل من نصف المساعدة المعلن عنها العام الماضي. الرئيس الحريري ثمن اهتمام الدول المشاركة في الاجتماع، مشيرا إلى أنه فرصة للتأكيد على ما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمري لندن وبروكسل. الرئيس الحريري أشار إلى تطبيع الحياة السياسية في لبنان واعتماد قانون انتخابي جديد، لافتا إلى أن سياسته الاقتصادية تقوم على دفع عجلة النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي والتخفيف من أثر النزوح السوري والشروع في برنامج استثمار رأسمالي يمتد على عدة سنوات، وكشف أن المشاورات المتعلقة به ستنتهي في القريب العاجل. وعرض المتحدثون خلال الاجتماع لما تم تقديمه من مساعدات للنازحين في المجالات الصحية والتربوية والاجتماعية والمعيشية في مختلف المناطق اللبنانية. وأكدت مصادر دبلوماسية لتلفزيون لبنان أنها تعي تماما حجم مشكلة النزوح والتداعيات السلبية على لبنان. تداعيات ملف النازحين تتفاقم أما الحلول فما زالت غائبة. أضواء على كيفية معالجة الملف في هذا التحقيق لسهى شعبان. مع تصاعد السجال في لبنان حول النازحين السوريين وطرق عودتهم إلى بلادهم، يخشى البعض من هاجس التوطين، فيما يرى آخرون استحالة حوار الحكومة اللبنانية مع السلطات السورية لعدم تعويم النظام. وبين مطرقة التوطين وسندان العودة، يأتي استطلاع للرأي أجرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين يظهر أن 6% فقط من النازحين يريدون العودة، ويرفضها 8%، فيما لم يعلن 75% عن موقفهم. وزير العمل السابق سجعان الأزي أكد أن الحوار قائم أصلاً مع سوريا، داعياً إلى عدم المزايدة في هذه المسألة. لما منقول منحاور أو منحاور النظام السوري، هيدا سؤال غلط، لأنه الحوار قائم والمفاوضات قائمة والعلاقات الدبلوماسية قائمة والسفارات بلبنان وسوريا موجودة. إذن ما لازم نزايد بهالموضوع؟ والنظام السوري مش إذا لبنان قاطع وراح يسقط، ولا إذا نحن حكينا معه رح يبقى. بقاء النظام السوري، تعويمه، إنقاذه منه بإيد الحكومة اللبنانية. نحن بدنا مين يعومنا بالأول ومين ينقذنا
بهالإطار هيدا. الدراسات أثبتت أن تأخير عودة النازحين إلى ديارهم يسهم في زيادة حظوظ توطينهم، ما يؤثر سلبا على تركيبة لبنان الديموغرافية. اليوم عم بيصير في توطين للنازحين برعاية المجتمع الدولي من دون ما نحن ندري. لهالسبب لازم يصير في موقف مسؤول من الحكومة اللبنانية، وهي ما تنطر الأمم المتحدة، هي توضع مشروع، ولكن لا يوجد قرار سياسي بالإعادة حاليا، ولا يوجد رغبة عند النازحين بالعودة حاليا، ولا يوجد أي إرادة عند النظام السوري بإعادة النازحين إليه قبل فرز طائفيا وأمنيا. الزيادة على الحكومة اللبنانية إلى جس نبض الحكومة السورية في مسألة إصدار عفو عن السوريين البلغي أعمارهم بين 15 و45 عاما ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية الإلزامية. أنا طلبت من الحكومة اللبنانية قبل ما تقول بدي أحكي أو ما بدي أحكي مع سوريا، جس نبض النظام السوري، هل النظام السوري مستعد يعمل عفو عن هؤلاء النازحين يلي عمرهم بين 15 و45؟ إذا كان في نية سورية لاستعادة النازحين، طبعا النظام لازم يعمل هالعفو. إذا النظام رفض يعمل هالعفو، معناتها نيته باستعادة نازحيه في لبنان، خاصة هالشطر العمري، غير جدية. ساعتها الحكومة بتعرف كيف لازم تتعاطى. وأخلص أزيل لأنه لابد من استعادة رئيس الجمهورية لملف النازحين من الحكومة ولجنة النازحين والمسارعة في إيجاد الحل. أول لقاء رسمي وعلني لبناني سوري حول ملف النازحين، فبعد لقائه وزير الخارجية جبران باسيل اعتبر السفير السوري أن سوريا أكثر أمانا من دول تدعي الأمان، مشيرا إلى أن مراسيم العفو الرئاسي تشمل كل من حمل السلاح ولا يزال في وجه النظام. بعد الكلام عن عودة النازحين السوريين إلى سوريا والانقسام الحاصل حول هذا الموضوع بين من يؤيد التفاوض مع الحكومة السورية ومن يرفض، موقف للسفير السوري علي عبد الكريم علي بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تم خلاله عرض للعلاقة بين البلدين ولأوضاع النازحين. وقد أكد عبد الكريم علي بعد اللقاء أن الحكومة السورية ترحب بعودة السوريين إلى بلادهم، منتقدا الكلام عن دخول وسيط وهو الأمم المتحدة لإتمام العودة، ومشددا على أن هناك مناطق آمنة في سوريا أكثر من أي بلد في العالم. فنحن كسوريا كحكومة وكدولة معروف أننا نرحب وندعو الإخوة والأبناء والأعزاء من السوريين في كل مكان للعودة، وخاصة أن سوريا اليوم تستعيد أمنها وعافيتها وتنتصر على الإرهاب، ولكن هذا طبعا يستوجب تنسيقا بين الحكومتين بين الدولتين، وأنا كسفير وهنالك سفارة لبنانية في سوريا أيضا، يعني التنسيق قائم، ولكن يجب تفعيل هذا التنسيق في المجال الأمني في مجال أوضاع النازحين. ما دام هنالك سفارتان وشعبان تربطهما أواصر قربة عميقة وهنالك علاقات واتفاقات ناظمة للعلاقات بين البلدين، مثل هذا الكلام خارج المنطق أن يكون هنالك وسيط بين دولتين. كل هذه الروابط بينهما وهنالك تحدي مشترك، الإرهاب الذي يضرب في سوريا هو نفسه الذي تواجهونه في عرسال وفي كل الأماكن التي يوجد فيها، حلب وحمص ودمشق واللاذقية وطرطوس والسويداء، كل هذه المناطق هي آمنة، لا يوجد مكان في العالم آمن بالمعنى الكامل، لا باريس ولا واشنطن ولا لندن. وفي وزارة الخارجية سفراء كل من إسبانيا وفرنسا والمجر، وتم عرض للعلاقات الثنائية التي تربط لبنان بهذه الدول. وجه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق كتابا إلى محافظ جبل لبنان، طلب إليه تعميم
على رؤساء البلديات الواقعة في نطاق محافظته وجوب عدم استيفاء أي رسوم أو مبالغ مالية غير قانونية من النازحين السوريين القاطنين في البلدات تحت طائلة اتخاذ التدابير والعقوبات في حقهم وأحالتهم إلى الهيئة العليا للتأديب أسوة ببعض رؤساء البلديات الذين تمت إحالتهم أخيرا إلى الهيئة المذكورة لارتكابهم أفعالا مماثلة. ويأتي هذا التدبير بعد أن تزايدت المعلومات المؤكدة حول أقدام عدد كبير من رؤساء البلديات الواقعة ضمن محافظة جبل لبنان باستيفاء رسوم غير قانونية من النازحين السوريين القاطنين في البلدات وقيام البعض بحجز أوراقهم الثبوتية وذلك من دون تسليمهم أي إيصال بقيمة المبالغ غير قانونية التي يدفعونها. في وزارة الإعلام اجتماع للوزيرين رياشي وصراف تحضيرا لتحية إعلامية للجيش اللبناني في عيده. نبيل الرفاعي. أيام قليلة تفصلنا عن الأول من آب، هذا النهار الذي يعني كل مواطن لبناني، عيد الجيش. وهذا العيد للإعلام اللبناني طعم خاص ومميز عن غيره من المناسبات، وتحضيرا لهذه المناسبة عقد اجتماع موسع في وزارة الإعلام ضم وزير الدفاع يعقوب الصراف ووزير الإعلام ملحم رياشي وكبار الضباط في الجيش اللبناني ومدراء الأخبار في جميع المحطات اللبنانية. بهالمناسبة وزارة الدفاع ووزارة الإعلام عم نتعاون ورح نتعاون معكم أكيد ليكون في شيء مميز ونشرة مميزة وموحدة للجيش اللبناني وتكريم له. هذا العهد يتميز بانفتاح وتضامن وعمل مشترك ضمن أسس جوهرية مع الاعتراف باختلافنا، وهذا الجميل بهذا المشروع أنه يوجد مواضيع الحكومة متفقة عليها والوطن متفق عليه والإعلام متفق عليه، هو رسالة الجيش وخاصة بالحرب اللي عم نقودها اليوم. حلوي العسكري اللي قاعد على الجبهة بالشمس وبالبرد وبالتلج وبالعطش وبالجوع واقف يدافع عن بلدنا وعن حريتنا وبالأخص حرية الإعلام اللي أنتو فيني نقول مجلس العسكري تبعه. حلو هذا العسكري اللي عم بيدافع يعرف أنه في وراء ما بس سلطة سياسية متمثلة بوزارة الإعلام بالذات وزارة الدفاع أو الحكومة، ولكن بالإعلام كامل وشامل. إذن نشرة موحدة ستكون في الأول من شهر آب تحية للجيش اللبناني وتقديرا لتضحياتهم ولدماء الشهداء الذين سقطوا ليحيى لبنان. قطع أهالي العسكريين المخطوفين لدى داعش الطريق أمام السيارات في شارع المصارف لبعض الوقت ومن ثم أعادوا فتحها وقالوا سنبقى في الطريق حتى نعرف أين أصبحت المفاوضات بشأن أبنائنا. الأهالي رددوا مرارا أمام الإعلاميين رفض أي كلام عن انشقاق العسكريين والتحاقهم بداعش مؤكدين أنهم ينتمون إلى المؤسسة العسكرية الوطنية، مرددين أولادنا لم ولن ينشقوا عن المؤسسة العسكرية أبدا. وزير المالية علي حسن خليل متفائل بإقرار السلسلة في جلسة الثلاثاء المقبل النيابية كاشفا عن اجتماع تنسيقي يسبق الجلسة يوم الاثنين. بعد اجتماع دام أكثر من ساعتين لممثلي الكتل النيابية في وزارة المالية بدعوة من وزير المال علي حسن خليل بحث في أرقام السلسلة، خرج المشاركون الوزير جمال جراح والنواب إبراهيم كنعان وعلي فياض وجورج عدوان وأكرم شيب ليعربوا عن تفاؤلهم بإقرار السلسلة، تاركين الكلام للوزير خليل الذي لفت إلى أننا أمام إقرار السلسلة الثلاثاء وكل المؤشرات تدل على ذلك، مشيرا إلى عقد اجتماع آخر الاثنين لمتابعة البحث في أرقام السلسلة. وأعلن خليل أن هناك توجه لإعادة النظر بما يطمئن المتقاعدين ويعطيهم حقوقهم من دون إحداث خلل في التوازن الذي ترسمه السلسلة. من الواضح أنه نحن كنا بحاجة لإعادة المراجعة نتيجة بعض الثغرات أو التفاصيل اللي كانت بتتطلب إعادة نظر، صار في تداول فيها اليوم بالتفصيل بالأرقام بانعكاساتها
على مجمل كلفة السلسلة وإمكانية التفاهم حولها. أنا متفائل وبعتقد أنه نحن أمام إقرار للسلسلة بالجلسة المقبلة يوم الثلاثاء. كل المؤشرات والمعطيات بتدل على هيك. بالتأكيد إذا بدنا ناخذ بعين الاعتبار ملاحظات المتقاعدين بدأ ترتفع الأرقام اللي كانت محطوطة كسقف للسلسلة. هذا الأمر بيتطلب اتخاذ إجراءات إضافية هي اللي عم تتناقش. خليل تمنى أن تكون الكتل عند التزاماتها قائلا: معنيون بحماية كل القطاع الاقتصادي وللدولة حقوق يجب أن تحصل. بعد انعقاد منتدى الشركات المتوسطة والصغيرة، وزير الاقتصاد يؤكد عبر الفقرة الاقتصادية على أهمية الخطوة في تأمين فرص عمل للشباب اللبناني. اليوم مع الوزير ينعقد هيدا المنتدى، وهناك أمل لدى الشباب حسب ما شفنا وما قابلناهن، أنه هناك أمل بتنشيط الحركة الاقتصادية وتأمين فرص عمل للشباب. فعليا على الأرض كيف رح تنفذ هيدا الخطة؟ في نتائج اوريدي عملناها، وفي نتائج مفروض من هلأ لأسابيع تبين. الهدف منه أنه نوقف هول الشركات الصغيرة والمتوسطة على إجريهم، نحميهم من المنافسة من الخارج، نعطيهم قروض مدعومة ونعفيهم من بعض الضرائب يلي هي بتعطيهم نفس ليقدروا يقلعوا بوضع اقتصادي ما بنخفي على حدا، وضع في ركود اقتصادي كبير. هيدي نحن وجباتنا كدولة نوقف حدهم ونحط كل جهودنا مع بعض لنقدر نوصل لهدف صمود الاقتصادي. يعني المغتربين مثل العايشين بلبنان، يمكن بعد أكثر هن غايبين عن الجو. الهدف انه يكون عندهم ثقة باقتصاد لبنان، وهذا الثقة ما بتجي غير انه الدولة هي تفرجي على جدية، وهذا اللي عم نعمله بالتعاطي بالامور الاقتصادية، ويكون عندها نظرة شاملة ومستديمة. الحل في ثلاث برامج شفتها انا كتير منيحة. في كتاب عامله رئيس الهيئات الاقتصادية دكتور نسناس، روجي نسناس. في الله يرحمه باسل فليحان كمان عنده نظرة للاقتصاد، وفي الوزير رائد خوري مشكور الحقيقة. هالوزير كتير نشيط ولمست عنده الاندفاع والنية الطيبة انه يشتغل. يجمعون مع بعضهم، اهم شيء توحيد الجهود ويعملوا برنامج عمل وخطة ويحددوا له وقت، وإلا هيك ولا غير هيك ما حدا رح يكون عنده ثقة. يعني أنا تحت لي إجي واستثمر بلبنان وإرجع فعل نشاطي بلبنان بده يكون متوفر هالأمور يلي ذكرت لك ياهن، وخاصة موضوع الضرائب. أهلا بكم من جديد. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون هنأ الرئيس الفرنسي بالعيد الوطني، والتقى وفد الجامعة الإسلامية وشخصيات. نوه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بعلاقات التعاون الممتازة التي تربط بين لبنان وفرنسا، معتبرا أنها ثمرة صداقة متينة، ومؤكدا التصميم على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها وإرساء السلام والاستقرار على امتداد الساحة الأورومتوسطية وفي الشرق الأوسط. موقف الرئيس عون جاء في برقية وجهها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناسبة العيد الوطني الفرنسي. إلى ذلك كانت العلاقات الثقافية والجامعية اللبنانية الفرنسية محور متابعة الرئيس عون خلال استقباله رئيسة الجامعة الإسلامية في لبنان الدكتورة دينا المولى، مع وفد من المسؤولين في جامعات فرنسية تتعاون معهم الجامعة الإسلامية. وعرضت الدكتورة المولى للتعاون القائم بين الجامعة الإسلامية والجامعات الفرنسية وتطور العلاقات الأكاديمية في اختصاصات عدة مثل الحقوق والعلوم السياسية والإعلام والصحافة وإدارة الأعمال.
ثم عرض ممثلو الجامعات الفرنسية الاختصاصات التي يتم التعاون فيها مع الجامعة الإسلامية، مركزين على مستوى التعليم الجامعي اللبناني وعلى تبادل الطلاب بين جامعات لبنان ونظيراتها الفرنسية والاستعدادات الدائمة لتعزيز التعاون الثقافي والجامعي. الرئيس عون استقبل أيضا البروفيسور فيليب سالم الذي بحث معه في آخر ما توصل إليه الطب في مجال مكافحة الأمراض المزمنة، كما قدم سالم لرئيس الجمهورية كتابه الجديد رسالة لبنان ومعناه الذي سيوقعه خلال حفل يقام الخميس 27 تموز في متحف سرسق. وفي قصر بعبدة الأستاذ في كلية إدارة الأعمال في جامعة سان فرانسيسكو الدكتور موفق صيداوي الذي أطلعه على مشاريع جامعية يعمل على تحقيقها مع الجامعات اللبنانية تعود بالفائدة على الطلبة الجامعيين اللبنانيين. فوجئ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حصباني بغياب مدير مستشفى خربة النفار الحكومي في البقاع الغربي عن مكتبه لحظة تفقد حصباني المستشفى. وعلى الأثر أعلن وزير الصحة عن معاقبة وملاحقة الفاسدين والمقصرين ومكافأة المنتجين والذين يعملون من أجل خدمة الإنسان وصحته، مشددا على أن صاحب الخطأ سيعاقب بأشد عقاب وهذه المستشفى سترتفع إلى أعلى المستويات. مثل وزير الإعلام ملحم رياشي الرئيس العماد ميشيل عون في المؤتمر الثامن للجنة الطبية اللبنانية الفرنسية منوها بالصداقة اللبنانية الفرنسية، وفي اليوم الوطني الفرنسي لفت رياشي إلى المبادئ الأساسية التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية وهي الحرية والعدالة والأخوة. تعاون لبناني أو عفوا أقامت اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز عشائها السنوي في فندق الفينيسيا. حضر ممثل رئيس مجلس النواب هاني قبيسي وممثل رئيس الحكومة الوزير مروان حمادي، كما حضر تيمور جنبلاط وممثل الوزير طلال أرسلان أكرم مشرفية، وحشد كبير من الوزراء والنواب والفعاليات الدبلوماسية والقضائية والعسكرية والإعلامية والاختيارية. وتخلل العشاء في الوثائقي لحظ التقديمات الاجتماعية والاستشفائية والتعليمية التي توفرها برامج اللجنة الاجتماعية التي شرحت رئيستها غادة جنبلاط مشاريعها المستقبلية. كما تحدث شيخ العقل الشيخ كميل سر الدين، وكذلك كانت كلمة ترحيب للزميل ياسر غازي. معيشيا السرقة في مطاعم العاصمة على عينك يا تاجر، ففي أحد المقاهي الحديثة في مقابل صخرة الروشة بلغ ثمن منقوشة الساج 12,000 ليرة وزجاجة عصير الجزر 12,500 ليرة، أما عبوة المشروبات الغازية فقد بلغ سعرها 6,750 ليرة لبنانية، وثمن الأرجلة فقد وصل إلى 17,500 ليرة لبنانية. إن هذه الفاتورة هي بمثابة إخبار إلى الرأي العام أولاً وإلى وزارة الاقتصاد ثانياً وجمعية حماية المستهلك التي تم الاتصال بها على الرقم 1739 وتم التبليغ عن هذه السرقة الموصوفة. وأجرينا اتصالاً بمدير جمعية حماية المستهلك الذي أكد متابعة الشكوى على الأرض. استصدار اليوم شعار العهد الجديد محاربة الفساد، اليوم نحن زودناكم باسم المطعم بمنطقة الروشة ببيروت يلي جبنا منه هذه الفاتورة وحصلنا على هذه الفاتورة، هل فينا نقول للمواطن اللبناني بكرة في قوة رح تتوجه من عندكم للتحقيق بهذه الفاتورة وبما تتضمن؟ بطبيعة الحال نحن أساسا عندنا متعرف مكتب شكاوى، أساسا موجود مكتب ممكن أي مواطن يتصل على 1739 على ما يسمى بالهوت لاين بوزارة الاقتصاد ويقدم شكوى بأي موضوع بيخص طبعا سلامته من ناحية أو من ناحية تانية أمنه الاقتصادي خلينا نسميه. وبالتالي نعم نحن نتحرك أساسا عندما نتلقى الشكاوى، نحن نتحرك أساسا بطريقة أيضا عشوائية، يعني بطريقة نبعث المراقبين لمراقبة بدون كمان ما نطلع عفوا يعني بدون ما نطلق شكاوى. وبالتالي بطبيعة الحال لما يكون في عنا أي مستند أي عمل أي إخبار خلينا نسميه بهذه الحالة مديرية حماية المستهلك تتحرك وبتاخذ الإجراءات القانونية اللي تسمح لها فيها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. إذن بهذا الخبر وصلنا إلى ختام النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.